والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. نعود إلى الآية 74 من سورة البقرة بالكعب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي الفترة دي بتاع قصة البقرة وموقوف منها، فهي كالحجارة، يعني قلوبكم لكوس أنديوس، هذا هم بنو صهيون، وأنتم اللي تراهم عندهم وجوه بشرية وهم راهم وجوه شيطانية أقل تعاسة منها، راهم تصور الوجه تقول هل هذا من في باب الفنون الوجوه؟ لا بأس به، تنظرهم في عمومهم تلقى القبح المورفولوجي أكثر بكثير من الجمال بين الظفرين المورفولوجي، أما القلوب فلا تتحدث عنها، قال كربي فيها ما شاء الله، نفاق وغل على البشرية ويسعون في التقدم في مجال السحر الأسود والأحمر، يعني ما همش من الناس اللي مش يقفوا شوية بسعيهم هذا البغي. على كل حال، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، راني انا نجيب لكم بعض الصور بس اقربكم من كلمة قصد، حاولوا فهموني ماذا اقصد حتى اعينكم على فهم القرآن اكثر، لانه بصراحة ملا عود مضت طويلة، وخاصة زادت تعاسة وظلمة حين عدت إلى باب الاجتهاد لأسباب، ثم منها من هو وجيهم وأسباب أخرى بنو صهيون عندهم دخل فيها، وربما هما اللي وصلوا الفكرة هذه حتى عطلوا الاجتهاد شبه كليا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، طولوس الرب فسرنا بالكمباريزون هذه كالحجارة، هو أداة تمثيل، هذا مثل هذا كالحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، هي أيضا القسوة للقلوب والحجارة هي زي بعضه، زي البرسك ليدونتي. هل تصور بشر يدعي الإنسانية والفلسفة والتقدم العلمي وكذا وقلبه حجر؟ فهي كالحجارة، ومازال الكلام يتواصل، نسأل الله السلامة.